فقبل ما انسى زي ما بقول ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي ده انا هنزل لكم زي ايه كل شويه كده زي تيك هوم اكزام، يعني هديكم مساله مسالتين تحلوهم وتجهزوهم معاكم في البيت محلولين في البيت، عشان ربما الاسبوع اللي جاي اللي هو يوم الثلاث اللي جاي ده لا اللي بعده اذا عشنا والدنيا مشت مظبوطه هنبقى عاملين حسابنا على ان احنا هنمتحن الدفعه دي وهناكد عليها، يعني امتحان امتحان زي كويز زي ميد تيرم ما حدش عارف الظروف فيها ايه، تمام؟ يبقى معانا امتحان ويبقى يعني شفنا بعض. هتقول امتحان هيجي زي ما انت هيجي لك زيه بالظبط في البيت تحله، يعني هيبقى في تيك هوم اكزام قبليه الثلاث اللي جاي ثم الثلاث اللي بعده تبقى جاهز على ميد تيرم زي ما بيقولوا يعني. هتلاقي الامور كلها ابسط مما تتخيل، طالما انت بتحضر ومتابع ومستوعب الدنيا ماشيه ازاي هتلاقي كل حاجه، بس لو مشيت ايدك هتلاقي ايدك ماشيه في كل حاجه ما تقلقش. مفيش يعني تحدي الافكار ولا في حاجه ان شاء الله صعب. احنا كنا بدانا شابتر البروبابيليتي المره اللي فاتت وقلنا احنا مش داخلين نتكلم بقى على شابتر بروبابيليتي بقى تقليدي يعني. فالنهارده هنلاقي مجموعه مشاكل هندسيه فعلا او مسائل هندسيه بنتعامل معاها، وهنتعامل مع الكونتينوس بروبابيليتي اللي هي البروبابيليتي اللي السامبل سبيس بتاعها او التجربه اللي السامبل سبيس بتاعها ما بتعدش. تجارب في تجارب كده السامبل سبيس بتاعها اللي هو الاول بوسيبل اوت كمز مش كاونتبل. تمام؟ نشوف النماذج دي ويبقى احنا كده خدنا مقدمه في الشابتر ده كويس باذن الله. الاول هنتكلم على الاندبندنت ايفنت الاحداث المستقله، يعني ايه حدثين مستقلين والاحداث المرتبطه ببعضها. اللي هو حدوث حدث ياثر على حدوث الثاني واللي احنا بنسميه الكونديشنال بروبابيليتي. البروبابيليتي المشروط ان في حدث اثر على حدث بعديه. وانتوا خدتوا برضو الكونديشنال بروبابيليتي او حدوث حدث ياثر على الحدث اللي بعديه انك لما تسحب الزمان، يعني انت خدته بالمفهوم البسيط خالص لما ابقى عندي الصندوق اللي فيه 5 كرة بيضاء و4 كرة سوداء، سحبت عايز اسحب 2 عشوائي احتمال ان الاولى سوداء والثانيه بيضاء او العكس. طب هتقول لي لا استنى، هو ويز ريبليسمي، يعني هسحب واحده وارجعها وارجع اسحب الثانيه ولا اسحب واحده والثانيه وراها على طول؟ مش انت هتسال السؤال ده صح؟ لان حدوث لو انا سحبت واحده في الاول اللي هيتبقى العدد اللي باقي ده اقل ولا ايه؟ فهنقولها برضو. هنشوف كده برضو جزء نظري صغير. الاندبندنت ايفنتس يعني ايه؟ اندبندنت ايفنتس احداث مستقله، حدوث حدث لا يؤثر على حدوث الثاني. تمام؟ البروبابيليتي بتاع حدوثهم هما الاثنين مع بعض بيبقى بروبابيليتي قليله، تروح ضرب البروبابيليتي ببعضها زي ما سعادتك هتشوف. معلش النهارده بس لان انا شارحها ومنزلها المحاضره دي منزلها بعد الشرح، فالشرح لسه فاضل ما اتمسحش علشان هي فيديو فعلا ونزلت عندكم على المنصه بالمناسبه. تمام؟ طيب A و B two independent events، دي نظريه. لو A و B 2 independent على فكره يبقى الكومبلمنت بتاع ال A والكومبلمنت بتاع ال B برضه independent. الكومبلمنت بتاع ال A وال B independent وال A وال B complement independent. دي نظريه برضه من ضمن النظريات الجميله يعني. الاثبات بتاعها هيجي مره على طول قدامك سهل جدا، رجاء تعمله بايدك. هو مفيش فيه حاجه الاثبات ده. بص كده يعني هنمشي معاه واحده واحده. انا معايا ايه وعايز اثبت ايه؟ دايما انا ابدا انا معايا ايه اعرف ايه وعايز اوصل لايه؟ يعني دايما لما تيجي تثبت حاجه من فضلك ها انا عارف ايه وعايز اثبت ايه. انا عارف ان النظريه هي A وB independent، ده اللي معايا ده اللي في جيبي. انت شوت بروف ان الA complement والB complement independent. يعني ايه كلام يترجم لرياضه كده؟ ان انا عايز اثبت ان البروبابيليتي بتاع الA complement and
اند البي كومبلمنت في النهايه يساوي بروبابيليتي بتاع الاي كومبلمنت في البروبابيليتي بتاعت البي كومبلمنت. حاصل ضربهم يعني اجيب الانترسكشن بتاعهم عشان اجيب البروبابيليتي بتاع الانترسكشن بتاعهم الاقي حاصل ضرب البروبابيليتي بتاع الاي كومبلمنت والبي كومبلمنت. طب انا اعلم ايه؟ ما اعلمه ان البروبابيليتي بتاع الاي يونيون بي انترسكشن بي هو حاصل ضربهم. يعني ايه وبي مستقلين، عايزين نثبت بقى ان ايه كومبلمنت وبي كومبلمنت مستقلين. لوجيك هنا مهم جدا. طيب ده من فين دياجرام يا جماعه، انا هبدا بالاي يونيون بي، هما الاثنين اندبندنت كومبلمنت، مش واحد ناقص اي يونيون بي الكومبلمنت بتاع الفئه، مش واحد ناقص الفئه ولا ايه؟ صح. طيب يعني السطر ده بسيط خالص. طيب خد الواحد اهو بره وخلي الماينس ده موجود، بي اوف اي يونيون بي هما الاثنين اندبندنت، الاثنين اندبندنت، احتمال حدوث ايه زائد احتمال حدوث بي ناقص الانترسكشن بتاعها، سيب ده وسيب ده، الانترسكشن بتاع اتنين اندبندنت مش حاصل ضربهم ولا ايه؟ ده افكه الايه بروبابيليتي بتاعت الايه في البروبابيليتي بتاعت البي. فعلا ده حصل اهو، حط البروبابيليتي بتاعت الايه في البروبابيليتي بتاعت البي وبدا ياخد واحد ناقص بروبابيليتي بتاعت الايه هنا مشترك من هنا ومن هنا، يفضل واحد ناقص البروبابيليتي بتاعت الاي في واحد ناقص البروبابيليتي بتاعت البي، ده اللي هو البي كومبلمنت وده اللي هو اي كومبلمنت. قال لا يبقى ده اهو حصل ضرب البروبابيليتي على طول، يبقى ده وده اندبندنت. النظريه دي مهمه، لو انت شاطر حاول تثبت دي كده بالمثل، ما قدرتش ما تخافش. ودي برضه يعني الكومبلمنت بتاع الاي مع البي والاي مع الكومبلمنت بتاع البي نفس الطريقه كده، تقدر تثبت تاخد الشمال وتوصله لليمين حسب ضرب البروبابيليتي. بس ده يعني زي ما بقولوا اغلس ما في الموضوع الحاجه النظريه، خصوصا انه ما فيش هنا زي ما بقولوا رياضه. وبما ان اذا الكونديشنال بروبابيليتي دي بقى انتوا عارفينها، اللي هي زي ما بقول حدوث قبل ما ابدا، حدوث حدث ياثر على حدوث التاني. انا عايزك تعرف بس طريقه الكتابه والقانون بتاعها، تمام؟ ازاي احسب كونديشنال بروبابيليتي؟ دي بتتنطق كده probability of A given B، اسمها كده B of A، الشرطة دي بتتنطق given B، اكيد انتوا سمعتوا عنها او ما سمعتوش. اهو probability بتاع الانترسكشن على probability بتاعة البي اللي هو حصل بالفعل، ودي معناها ان عايز احتمال حدوث A بشرط ان B already حصل، بيحصل فعلا زي كده. ما بسحب كورتين احتمال ان الاولى تبقى حمراء والتانية بيضة او العكس، الاولى حصلت، فالاولى حدوثها يأثر على حدوث الاولى، يأثر على حدوث التانية، عشان كده بقول ايه. طبعا ممكن تضرب ده في ده افضل، وطبعا عايز نفس الكلام بي اوف بي جيفن ايه، بدل الاي مكان البي هي هي، بدل ايه مكان بي هي هي، ده اسمه الكونديشنال بروبابيليتي. يعني عشان يبان المسألة دي برضو يعني سهلة قوي، بقول لك عندي كوليدج معينة 25% من الستيودنت بتاعتها ترافل تو امريكا، 15% ترافل لانجلاند، 10% ترافل للاثنين، تمام؟ student is chosen او selected at random، انا اخترت كده طالب عشوائي زي ما بقول اللي جيفن كده، ده 25% دي probability، تمام؟ احتمال انه يكون سافر امريكا، او الاولى ايه انه يسافر امريكا 25%، امريكا واخده اكتر يعني 15%، احتمال انه يكون سافر انجلترا 15%، وانه يسافر الاثنين مع بعض اللي هو بقى ايه قوي بقى يبقى 10%. طب انا اخترت طالب عشوائي، عايز بقى شويه احتمالات الخيبانه. لو كان هو سافر لامريكا اوريدي، يعني جيفن البي اللي هي هو سافر فعلا لامريكا، وات ذا بروبابيليتي ذات هي ترافل تو انجلاند، والثانيه لو كان
if he traveled to England, what is the probability that he traveled to America? العكس. واحدة هنسميها A والتانية هنسميها B. What is the probability that he traveled to America or England? مش and England. تمام؟ كل ده طبعا مثال انا شخصيا ما يعني مش عاجبني قد كده، بس انا قلت طالما هو بسيط نجيبه، وفي النهايه عايز البروبابيليتي ذات هي نايزر ترافل تو امريكا نور انجلند، لا سافر هنا ولا هنا، احتمال ايه ان انا الطالب اللي سحبته عشوائي ده. طبعا بدا يقول لك يسمي الاحداث، ايه هو الايفنت ان الولد ده سافر لامريكا، ايه هو الايفنت انه ترافل دي لانجلند. البروبابيليتي بتاعت الايه زي ما انت عارف كان 25%، البروبابيليتي بتاعت الانج انه سافر انجلاند كان 15%، انه سافر للاثنين اللي هو ده اند ده 1/10 أو 10%. بقى كله زي القوانين ما بتقول بي اوف اي جيفن اي، يعني ايه احتمال انه سافر لامريكا بشرط فعلا انه راح انجلترا. كلام فاضي، انا يعني سايب المثال ده عطهولكوا كده، يعني ايه احتمال العكس بقى، A given A العكس. تمام؟ الأخيرة A or E، كل ده بالقوانين بتاعتنا اللي احنا عارفينها البسيطة خالص. آخر حاجة انه لا راح أمريكا ولا راح إنجلترا، الاثنين مع بعض، يعني لا راح الكومبلمنت بتاع الـ A ولا راح الكومبلمنت بتاع الـ A. أنا آسف، الكومبلمنت بتاع الـ A والكومبلمنت بتاع الـ E، عارفين يعني إيه؟ ايه انه سافر امريكا، ايه كومبلمنت ما راحش امريكا. تمام؟ اهو. طيب. ده يوضح الكونديشنال بروبابيليتي. يهمنا قوي كلمه بيز رول او بيز سيرم دي، احتمال برضو نحتاج السبوره هنا اهو شويه. الراجل بيقول ايه؟ نظريه بيز على الكونديشنال بروبابيليتي برضو. يمكن دي النظريه الوحيده اللي هناخدها في البروبابيليتي، في حساب البروبابيليتي. الوحيدة، تخيلوا من بعد ما قلنا عد عدد حدوث الحدث على العدد الكلي دين البروبابيليتي. طب ما هنا قانون بيجيب الكونديشنال بقى بروبابيليتي. انا الحقيقة ما اتشرفتش ببيز ده ولا اعرفه، بس اهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه في المشكلة اللي جاية دي. نبدأ نقرأ مع بعض. بيقول ايه الاخ؟ بيقول انا عندي احداث عددها ان 10 20 5 2 3 4 هو حر، وميوتشوال اكسكلوزيف مفيش بينهم تقاطع، وكلهم بيشكلوا السامبل سبيس، يعني اليونيون بتاعهم هو السامبل سبيس. اي اي وان اوف ذيس ايفنت ماست اكيور، لازم واحد يحصل طبعا. فور ان ايفنت ايه، لاي حدث ايه غيرهم متقاطع معاهم، وي هاف بي اوف اي اي، واي دي تعد من واحد لان احتمال حدوث اي واحده فيهم بشرط ان الاي حصل فعلا. هو ده تاني. طيب انا عايز اثبت النظريه دي، القانون بتاع الكونديشنال بروبابيليتي اللي انا لسه كاتبه حالا وهسميه، بس حط عليه ستار عشان هرجع له. انا عايز الرسمه دي، الرسمه دي حلو، هي دي اللي تفهمني. تمام، الرسمه دي هي اللي هتفهمني. تاني، احتمال حدوث اي واحد من دول لعددهم ان، دول ايفنتس مجموعهم هو السامبل سبيس اللي هو المستطيل ده كله، في حدث اسمه ايه اللي هو الشكل البيضاوي ده اشكال فين متقاطع معاهم كلهم. انا عايز بروبابيليتي ان ده يحصل بشرط ان البيضاوي ده حصل فعلا. ده اللي ده الشمال، ده احتمال ان اتنين يحصل الايفنت، اتنين يحصل بشرط ان ايه اوريدي حصل، دي معناها كده. وهجيب لكم سلم الهندسة يبينها لكم قوي قوي دلوقتي ورا دي على طول. بس الاثبات ما هو صعب ولا حاجة، حتى انا ممكن يعني افضل معاكم لحد ما تعرفوه. تعالى بقى الشكل بتاع فين ده، ده قانون الكونديشنال بروبابيليتي اللي انا قلته او التعريف بتاعها اللي انا قلته حالا. انا هاخد البسط لوحده والمقام لوحده. البسط سهل قوي اهو، النيوميريت ركزوا من فضلكم، بروبابيليتي اوف حدث انترسكشن حدث هيساوي ايه؟ بي اوف ايه
هيساوي بي اوف اي اي في البي اوف اي جيفن اي اي اللي هم الكونديشنال بروبابيليتي. ركز في اللي جايه دي بقى من فضلك. دي راحت الصوره، عايز ارجعها. طب اعملها هنا. اللي عايز يفهم النظريه دي يفهم الكلمه الصغيره دي من فضلك، اللي ما اقعدش اقول غيرها. ركزوا كده، انا همسح دي عشان ما تشتتش تفكيركم. خليكم في الرسمه اللي قدامنا دي. ده السامبل سبيس اللي احنا بنسميه اوميجا. الاي واحد واخد حته، اي اتنين اكبر اقل ايا كان، اي تلاته، اي وان، اي تو، اي ثري، لحد اي رقم ان. والبروبابيلتي بتاع الاي اهو، ففي جزء هنا متقاطع، ده الاي الشكل البيضاوي اللي هو ده. مش في جزء هنا متقاطع مع اي واحد منه، وفي جزء هنا متقاطع مع اي اتنين، وهكذا مع اي تلاتة، وجزء متقاطع مع اي ان. يعني انا اقدر اكتب ان الاي اجزأه للجزء ده زائد الجزء ده زائد الحتة دي زائد زائد ده، اللي هي اللي جاية على طول. فبكتب الاي بيساوي اي انترسكشن اي واحد. اقرا معايا دي كده. اقصد بالكلمه دي مين؟ مش الجزء الصغير المتهشر الاولاني ده؟ اكتب زائد ولا اعمل الزائد يونيون؟ اكتب زائد، هعملها زائد كده عشان ما تزعلوش، بس هرجع اكتبها تاني. ايه ها انترسكشن بتاعها مع ايه اتنين، حد عنده اعتراض؟ زائد الايه انترسكشن مع ايه تلاته، وافضل زائد 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 اخر ايه مع ايه ان. صح ولا لا؟ يبقى اللي بيشكل الحدث ايه المتقاطع ده، اجمع ده زائد ده زائد ده زائد 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 للنهايه. بس كلمه زائد ملهاش معنى هنا، بنكتب الزائد ده عباره عن ايه؟ ها؟ اتحاد. برافو. يبقى يونيون يونيون يونيون، وهنا يونيون. طب ما انا اكتبها عباره عن مجموع اليونيون اهو، من اي بتساوي واحد لحد ان، انا عاملهم ان مفيش مشكله خالص، بتاع ايه انترسكشن اللي هو ده اهو. يا شباب ده اللي انا كنت بحاول افهمه. بس اللي عرف الحته دي خلاص، ما يعني اقدر اجمع من واحد لان ايه من كي او من اي اللي يعجبكم لحد كي. طب خلاص، عوض بقى في القانون اللي هنرجع له. عوض هنا كده خلصت، عوض هنا خلص، ده الاثبات خلص. هي دي اللي في الاثبات كله للحته دي. نشوف المثال ده بقى عليها على طول. ركزوا بقى، انا عندي هنا كام ماشين في المصنع؟ 5 ماشين. ماشين رقم 1، ماشين رقم 2، ماشين رقم 3، ماشين رقم 4، ماشين رقم 5. يلا كأن دي ماشين رقم 4 ودي الماشين رقم 5، ده في المثال. كلهم بيشكلوا انتاج مصنع واحد. يعني سعادتك مهندس عندك مصنع تحت بيتك فيه 5 ماكينات. ركز كده في المثال ده عشان البروبابيليتي لازم تتسمع. طب ماشي يا عم، كل ماشين منهم انت طبعا جايبهم مستعملين، وجايب واحده من الهند وواحده من الصين وواحده من ايطاليا وواحده ما، وبيصنعوا اكياس بلاستيك، بيصنعوا علب، اي حاجه، وبتشتغل. الماشين الاولى بتطلع 1000 قطعه في اليوم، الثانيه 1200، 1800، الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه، وهم كلهم بيعملوا انتاج المصنع، وكلهم بينتجوا نفس الحاجه، كلهم بينتجوا نفس الايه المنتج. تمام. كل واحد عارف الماشين بتاعته. ركزوا كده، انا عارف ان الماشين دي جايه من الصين، الانتاج المعيب بتاعها كبير، بيبقى مكتوب عليها كده 1% ديفكت. اللي جايه من ايطاليا لا صغيره،
الديفكت او المعيب في انتاجها قليل، وهذا صح ولا لا؟ مش ده كله برضو عندنا علم عنه؟ فالماشين الاولى بتطلع في المتوسط 1% معيب ديفكت، والتانية 0.5%، والتالتة 0.5% معيب، والرابعة 2% 1% معيب، والخمسة 2% معيب من انتاجها. يعني لو انتجت 100 قطعة ممكن تلاقي فيهم 2 انتاج معيب ديفكت، يعني انتاج ايه؟ معيب. طيب احنا بناخد الانتاج ده ونروح حاطينه في الصناديق. انا وانا ماشي سحبت عينه عشوائي اختبرها هي معيبه ولا مش معيبه، لقيتها معيبه فعلا، يعني جيفن انها ايه، والنبي اديني احتمال انها تكون انتجت من الماشين الاولى رقم واحد، دي او دي او دي او دي، دي طبيعه المساله. يعني انا ماشي سحبت عينه عشوائي ولقيتها معيبه، كلمه لقيتها معيبه يعني كونديشن ولا لا؟ لقيتها معيبة، من فضلك احتمال انها تكون انتجت من الماشين الخمسة، احتمال قد ايه؟ هل الماشين الخمسة اللي هي بتطلع 2% معيب اقول عليها على طول لا؟ لانها جايز تكون انتجت من الماشين مين؟ الاولى، وجايز تكون انتجت منين؟ من التانية، وجايز تكون صح ولا لا يا اولاد؟ طب انا عايز احتمال انها تكون انتجت من الثالثه او الرابعه او الاولى او الخامسه، دي طبيعه المساله المهمه قوي، لانها هندسه اهي بقى، مش واد سافر ولا واد جاب برتقانه حمراء وتفاحه بيضاء والكلام اللي انت عارفه ده، تمام؟ مسائل مهمه جدا، طبيعه المساله هي اهم حاجه عندي. مصنع في 5 ماكينات بينتجوا نفس المنتج، اجمالي الانتاج بتاع كل ماشين معروف، المعيب في كل ماشين معروف نسبته او احتمال انه يحصل معيب. يعني انت لو ماشي كده المكنه الوحيده هاخدها على جنب كده، سحبت واحده عشوائي من المكنه دي احتمال انه يكون معيب قد ايه؟ 1% او 2، دي معروف. لا، الانتاج كله اتلخبط على بعضه وانا ماشي بسحب من اللوت او من الباكج كلها، الباله كلها، سحبت واحده عشوائي ولقيتها معيبه، مين اللي انتجها بقى؟ احمد ولا عمر ولا مكنه عبد السلام؟ عايز الاحتمالات دي، بنحب نعرفها، اتفقنا؟ بس طب ما هي نفس البيز رول دي. وركز بقى، لو عندي مصنع فيه 100 مكنه مش 5، في 100 مكنه، عشان واحد ممكن يحل لكم دي بالتري دايجرام او حاجه، لا احنا هنكتب الكلام ده، هنطبق نظريه بيز، بي ذا ايفنت اوف اوبتيننج ديفكتيف بي، يعني كلمه الايه اللي هو مشترك، ان اللي هو الديفكتيف سواء من هنا او من هنا او من هنا او من هنا او من هنا، اي واحد بي ذا ايفنت اوف تشوزنج ماشين نمبر 1، اتنين ماشين نمبر 2، ايه تلاتة احتمال ان انا اسحب من ماشين نمبر 3، وهكذا وهكذا للرقم 5. طب البروبابيلتي بتاع ايه واحد كام؟ لو انا بسحب عشوائي كده بي اوف ايه واحد، انتاج ايه واحد على الانتاج الكلي، الانتاج الكلي 9000 قطعة وايه واحد بتطلع 1000 قطعة، يبقى البروبابيلتي ان العينة لو سحبتها عشوائي تطلع من ايه واحد كام؟ تسقط. كل ده لسه ما وصلناش اللي انا عايزه، ده انا بقول لك ايه اللي جيفن، ده كل ده جيفن. طب احتمال انها تكون ديفكت من ايه واحد كام؟ 1%، مش هو اللي قايل؟ وهكذا، احتمال ان انا اسحب من ايه 2، عينه تطلع من الماشين رقم 2، انتاج رقم 2 على الانتاج الكل، معيبه من 2، 5/200 اللي هي 0.5%. احتمال انها تكون انتجت، العنصر اللي هاخده عشوائي ده انتج من الماشين الثالثه، انتاج الثالثه على الانتاج الكل، احتمال انه يكون معيب بس بشرط من الثالثه، ها نص في المية يعني 5/200، وهكذا من الرابعه معيب من الرابعه، هو كل ده في المساله، كل ده في المساله وهو بنطق المساله. احتمال انها انتجت بواسطه الماشين الخمسه، انتاج الخمسه على الانتاج الكلي، تمام، معيبه من الخمسه 2% يعني 2/100. طب ما نطبق بقى نظريه بيز، كل حاجه جاهزه اهي،
احتمال انها تكون انتجت من الماشين رقم 4 بس بشرط انها ايه؟ ديفكت. القانون اهو تجيب البروبابيلتي بتاع ايه 4 موجوده ولا لا؟ موجوده. في احتمال انها معيبه من ايه 4؟ ما هي معيبه من ايه 4 اهي. تمام؟ على مجموع الاحتمالات بقى عد من 1 لـ5. انتجت من الاولى في احتمال انها معيبه من الاولى، انتجت من الثانيه في احتمال انها معيبه من الثانيه، وهكذا. كلام بسيط خالص بس عايز ارجوكوا فهم. الاحتمال في واحد بيقول انا عندي طريقه تانية اللي هي طريقه التري دايجرام والكلام ده. لا، لو العدد ده زاد عن 5 ده انا محتاج برنامج كمبيوتر عشان يحل يجمع ده. تمام؟ طب ممكن يجي لك في الامتحان مثلا، ما تزعلش في الكلمه يعني، الدكتور اهتم قوي بالمثال ده لدرجه انه ممكن يجيبه لي في الامتحان. اه عارف، انا احيانا كتير جدا اقول وياد هيجي لك في الامتحان بس مش هقول لك الماشين رقم 4 واجيب لك الارقام ده ما غيرهاش، بس اقول لك احتمال انه انتج من الماشين الاولى. انا لقيته معيب، احتمال انه جه من الاولى كام؟ انا لقيته معيب، احتمال جه من الخمسه كام؟ وهكذا. فتغيير ايه اللي هتحطه هنا؟ على فكره ده ما بتغيرش، اللي بتغير فين؟ هو انتج من مين؟ هو عايز من مين؟ فارجو ان المثال ده تهتم بيه، او لانه مثال حلو حيوي عندك في الهندسه، يعني بروبلم بتتكرر كتير كانه مشروع كده، مش 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 اكزامبل، ده بروبلم فعلا. تمام؟ اهو حتى قال لك اعمل في البيت احتمال انها تكون انتجت من الماشين رقم 2 بشرط طبعا انها ديفكت، او من الماشين رقم 3 بشرط انها ديفكت. اخر حاجه في المحاضره، الموضوع ده مهم قوي، لازم اشوف حل للموضوع ده. Continuous probability model اللي انا كنت بقول عليه اخر حاجه، هل كل السامبل سبيس بتاعه اقدر اعد 5000 قطعه و7000 قطعه والكلام ده؟ لا. احيانا وانا بدرس مشكله بيبقى السامبل سبيس بتاعي اللي هو الاول بوسيبل او ات كمز انكاونتبل، ما بتتعدش، ما اقدرش اعد. عشان كده البرميوتيشن والكومباينيشن والكلام اللي انا بدات بيه اللي هو كنتوا بتاخدوه بقى اساليب العد ما اهتمتش بيها قوي. خلاص، ما انتوا كلكم عارفين الكومباينيشن يعني طرق العد بسموه. تمام؟ نقرا المثال ده. انا حتى عايزكم تقروا الكلمه دي عشان انا ما بحبش اكتب على السبوره كتير، لان انتوا هتسمعوا اما تجيلكوا المساله بتيجي مكتوبه بالانجليزي كده وحلوه وبتاع. بقول لك in this model the sample space is not discrete، مش discrete يعني مش حاجات متقطعه، or countable like the previous examples. It takes a continuous interval on the real line. تمام؟ or continuous area in R2 او حته مساحه في R2 او R3 اللي يعجبك. In general the sample space is continuous domain belonging to certain space. We can illustrate through the following example. يعني الكلمتين دول يوضحوا لك، هو وريني بقى كده اللي انت بتقوله ده، ان sample space حاجات ما بتتعدش. قبل ما احط المثال ده على السبوره هقرا معاك او هقوله لكم كده بالبلدي. هو بيجري ليه؟ مع ان ما انا حاطط تايم لاج كبير قوي وانا بسجل يعني. خلاص هو يقف يحترم نفسه. واحد امير واميره. انا عارف ان مفيش هنا لا امير ولا اميره عشان حدش يزعل، بس قعدت ادور على اسماء مختفيه من زمان. امير واميره هاف اديت ات ا جيفن تايم. باختصار اتنين عايزين يتقابلوا وحددوا ميعاد المقابله. تمام؟ فاسمحوا لي اشرحه بالبلدي وكل شويه هدي وش هنا ووش هنا يعني. اتنين حبوا يتقابلوا، بنات بنين ايا كان. وقال لك احنا من فضلكم احنا هنعمل ديل مع بعض عشان نبقى على يعني حدش يزعل من التاني. ان شاء الله هنتقابل الساعه 2 في المكان الفلاني، يبقى حددوا المكان والايه والزمان.
كل واحد فيهم بقول للتاني من فضلك المواصلات زي الزفت، ووارد جدا ان انا اوصل متاخر من صفر ثانيه لحد ساعه. يعني التايم لاج اللي ممكن اجي فيه في حدود قد ايه؟ التاخير ممكن يبقى في حدود قد ايه؟ ساعه. وهما الاثنين من نفس المدينه، يعني سواء امير او اميره الاثنين ممكن يتاخروا على بعض لحد ساعه بنفس النسبه، لانهم بيركبوا نفس المواصلات ويعني ونفس الكوفيد 19 ونفس السواقين العجر ونفس كل واحد. طيب اتفقوا مع بعض، طب يا عم انا هستناك ساعه، قال له لا، اللي يوصل الاول يستنى الثاني 15 دقيقه وليكن ويمشي. ما هو اللي يعني اول ما اوصل واحط رجلي في المكان اعد 15 دقيقه ما حدش جه سلام عليك. ده المثال اللي على السبوره، ده اللي مكتوب، بس وضحه كويس قوي قوي قوي. طب بقول لك من فضلك احتمال ان هم يتقابلوا قد ايه؟ احتمال ان الناس دي تتقابل قد ايه؟ وطبعا احتمال انها ما تتقابلش اتعرف، اللي هو واحد ناقص احتمال ان هم يا اما هيتقابلوا يا اما مش هيتقابلوا، صح؟ طيب انا احاول برضو قبل ما اشرح هحلها لك هنا. تحلوها ازاي؟ اهو انا هاجي اقول هخلي ده محور اكس ومحور واي، ده عمر وده احمد، ده امير وده اميره. ممكن يوصلهم في الميعاد بالظبط عند الصفر ولا لا؟ يعني متفقين على الساعه 2، الساعه 2 هي اللي هي ساعه الصفر يعني، صح؟ ممكن يوصلوا في النقطه دي ولا لا؟ وارد جدا، وارد جدا واي يوصل في الميعاد عند الصفر بس اكس توصل بعد ساعه واحد، صح؟ ويعني هنا ووارد جدا ان اكس اللي جه في الميعاد لكن واي اتاخر لحد ساعه، ووارد الاثنين يوصلوا في النقطه دي، يعني الاثنين يوصلوا متاخرين ساعه، صح؟ اكس اتاخر ساعه وواي اتاخر، ونقطه في نص المربع ده اللي هي احداثياتها هتبقى نص ونص، وارد ده يتاخر نص ساعه وده نص ساعه. طب هو في نقطه في المربع ده مش وارد يتقابلوا فيها؟ هو الزمن ده لو سمحت يجي بعد دقيقه، يجي بعد، ما انا جايز اجي في ربع ثانيه، الزمن ماده متصله ريال لاين يعني، صح ولا لا؟ فوارد ان هم يتقابلوا في اي نقطه جوه المربع ده ولا لا؟ وصلت؟ اهو ده السامبل سبيس يا جماعه. يبقى السامبل سبيس هو جميع نقط المربع ده. حد عنده اعتراض؟ لو اكس جه بعد ربع ساعه اصبر بقى، لا خلينا بس قبل ما نشوف. هم حطوا على نفسهم شرط دلوقتي، هم حطوا على نفسهم ايه؟ شرط. هنتكلم في الشرط الاول. دايما نعرف السامبل سبيس، مهم قوي ان انا اعرف السامبل. هم هيوصلوا ايه؟ ممكن يوصلوا عند اي زمن هنا جوه المربع ده ولا لا؟ كل واحد عنده حريه ساعه، وارد ده في الميعاد، ده متاخر، ده بعد ربع ساعه، ده بعد تلت ساعه، ده بعد 125 من الثانيه، ده دومين متصل. حد عنده شك في اللي انا بقوله ان ده السامبل سبيس؟ مساحه ولا عد؟ تعرف تعد لي بقى all possible outcomes؟ ده اللي انا عايز اوصل له اول حاجه. حد يعرف يقول ال all possible outcomes كام؟ ده عدد لا نهائي من النقط اللي جوه المربع ده، اللي هو ايه؟ المسافه من هنا لهنا ساعه والمسافه لهنا ساعه. على فكره انا بس حبيت اقول ايه النقطه دي، معناها ان هما الاثنين وصلوا في الميعاد. النقطه دي معناها هما الاثنين وصلوا متاخرين ايه، والنقطه دي معناها ان اكس وصل في ميعاده وواي اتاخر والعكس. هنا دول اربع نقط بس في اركان الايه، انما وارد جدا بقى نص ساعه، ربع ساعه، خمس ساعه، عد بقى حياتك، عيش حياتك بقى. فده الجزء اللي لو فهمناه الاول يبقى مزاجنا زي الجنيه الدهب، هنفهم الباقي. فهمتوا بقى السامبل سبيس الاول؟ تعال نشوف انا ممكن اتقابل قد ايه بقى في السامبل سبيس ده، ايه المساحه اللي ممكن يتقطعوا فيها ويوصلوا فيها هما الاثنين في السامبل سبيس ده، في الحته دي. مش ده اللي هندور عليه دلوقتي؟ اجي ابص على الشرط اللي هم حطوه.
ممكن واحد يعني ترين كونديشن بقى الواحد يوصل بعد ساعه مثلا والتاني اللي وصل بعد ساعه ده يستناه كمان ربع ساعه. احنا كده بنقول لك كونديشن بيست اللي هو عشان هم في الشرط الاولاني هم قالوا قدامك ساعه. انا لسه هتكلم على الشرط بس خليك في اللي انا عملته ده مقتنع بيه ولا لا؟ قصدي ان السامبل تكبر بقى تبقى ساعه وربع. سامبل سبيس ايه؟ ساعه وربع. ساعه وربع؟ لا ما انا بقول لك اما درسنا التجربه دي عرفنا ان اقصى حاجه ممكن اي واحد فيهم يتاخرها قد ايه؟ ساعه. والاثنين لهم نفس الشروط حتى اهو هتلاقي الكلمه دي مكتوبه. being equal likely كلمة دي انا بس بقى مش هقرا عشان خاطر ابسط لكم الفكره يعني. طيب نشوف الكونديشن بقى اللي حطوه على نفسهم هو ده اللي هيحدد المساحه اللي هيتقابلوا فيها جوه السامبل سبيس ده. الكونديشن ايه؟ انا هقوله بال 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 بالورد كده زي ما هو مكتوب. اللي يوصل فينا الاول اكس او واي ينتظر الثاني 10 دقائق 15 دقيقه ربع ساعه نص ساعه كل هم حطوا ربع ساعه. انا لما ترجمه رياضه مش اكس هو زمن وصول سوري اكس زمن وصول مثلا امير وواي زمن وصول اميره. طيب مين اللي وصل الاول تفرق؟ هينتظر ولا مش هينتظر؟ طب الفرق ما بينهم باستمرار قد ايه؟ ربع ساعة. فأنا بقول زمن وصول إكس ناقص زمن وصول واي أبسوليوتلي أو واي ناقص إكس ما تفرقش. كلمة أبسوليوتلي ده أقل من أو بيساوي ربع. اللي هي 15 على 60 يعني. تمام؟ ده الشرط اللي محطوط على الإكس وعلى الواي. أو تكتبها مرتين واي ناقص إكس أقل من ربع أو إكس ناقص واي أقل من الربع ما تتكتب مرة واحدة وخلاص. دي معناها كده. معناها دي كده. انتوا عارفين طبعا كلمة absolute value يعني ايه؟ معناها شباب ان اكس ناقص واي اقل من او اكبر من اقل من الربع واكبر من سالب ربع. حد عنده اعتراض ده ولا ايه؟ صح؟ دي رياضه ولا انا اللي مالفها دي ولا انتوا ما تعرفوهاش؟ معنى الشرط ده هو ده ولا لا؟ طيب على فكره اما اجي ارسم عشان انتوا برضو شطار وهفكركم. تعالي لسه هنا بيعمل ايه ده؟ ده راح زمانه خلاص. هو ده اخر المحاضره يعني هنخلص التمرين ونمشي على طول. بس هديك واحد شبهه تفكر فيه في البيت مكتوب في المحاضره يعني شبهه مش هو شبهه بقى احلى منه كمان. ركزوا معايا بقى كده. اما اجي ارسم مناطق يا اولاد الخط ده مثلا اما باجي اقول الخط ده اما اجي اقول اكس ناقص واي بتساوي ربع اقصد به ايه؟ مش معادله خط مستقيم ولا لا؟ يعني النقط الواقعه على الخط ده ولا لا؟ النقطه دي بتحقق دي بتحقق دي بتحقق دي بتحقق. طب اما اقول اقل من ربع يبقى يا النقط هتبقى هنا يا هتبقى ايه؟ هنا صح؟ نفس الحكايه اكس ناقص واي اكبر من او بتساوي سالب ربع ورسمته على الخط بتساوي فيه ناحيه اكبر وناحيه ايه المهم قوي عشان ارسم مناطق. فانا هاجي ارسم الخطين دول هتلاقيهم حاجه بالمنظر ده كده كده. انت اقل من الخط ده واكبر من الخط ده فالمنطقه هتلاقيها دي الرسم. انا هاخدهم بعيد كده اكس ناقص واي بتساوي ربع الاكس لو الواي بصفر تلاقي الاكس بربع وده معادلته اكس ناقص واي بتساوي سالب ربع. رسمت الخطين دول اقل بقى واكبر يعني جوه المنطقه دي فالمنطقه دي اللي ممكن يتقابلوا فيها اللي هي المتهشره دي
تاني كل اللي عملته رسمت الخط اكس ناقص واي مش اقل، لا بتساوي اقل، دي او اكبر منطقه، ما برسمش مناطق، بحدد المناطق بخطوط، برسم بيساوي اشوف انا اقل فين هنا اكبر فين هنا، وارجع ارسم اكس ناقص واي اكبر من او بتساوي سالب ربع اهو اكبر منه، يعني هنا، يعني المنطقه دي النقط دي هيتقابلوا فيها، يبقى الحته اللي مش هيتقابلوا فيها دي، طب ما انا اجيب احتمال ان هم هيتقابلوا او احتمال ان هم ما هيت... على فكره انا اقدر احسب مساحه المثلث ده ولا لا، لان دي ربع، النقطه دي هنا ربع وده كل واحد وهنا ربع، انا طبعا راسم مش بدقه، وهنا وهنا المسافه دي ربع برضه، يعني اقدر احسب اللي هو زاويه 90 طبعا نص القاعده في الارتفاع نفس الحكايه، بس جبت الاريا اللي هيتقابلوا فيها اقسم الاريا اللي هيتقابلوا فيها على الاريا الكليه او الاريا اللي مش هيتقابلوا فيها على الاريا الكليه، يبقى كده جبت احتمال ان هم يتقابلوا او احتمال ان هم ما يتقابلوش. طبعا اهي الكلام اللي انا بقوله، طبعا رسمت الخطين هم هيتقابلوا في الاريا الحمراء، يعني طبعا ما هشر لك وانا بشرح في الفيديو، يعني التهشير الاحمر ده في الفيديو وانا بشرح، يعني طلع الاحتمال ده تقريبا 7/16 انه جاب مساحة المثلث ده والمثلث ده قد المثلث ده وتراحم المساحة الكلية اللي هي واحد، المساحة الكلية واحد. في مثال هتسيبك بقى تحله في البيت وهشرحه برضو بالبق كده، بس سيبكوا تفكروا فيه ورجاء ما حدش يروح يغشه من حد، تمام اهو عشان بس الراجل عندي قطعة خشب اللي هو اكزامبل 6 في الكتاب، عندك في الكتاب على فكرة في البي دي اف، بس بروبلم مش سولفد اكزامبل، ده سولفد اكزامبل دي بروبلم. عندي قطعة خشب ممكن نمد الخط ده على استقامته بقى او المسألة دي، لها لينس معروف اسمه ال، وقعت مني على الارض وبروكن اتكسرت ات تو بوينتس، عند نقطتين اتكسرت، القلم ده وقع على الارض اتكسر عند اي نقطتين، واي نقطتين عليه ممكن يتكسر، لما يتكسر عند نقطتين هيتقسم كام جزء؟ احتمال ان التلات اجزاء دول يعملوا مثلث ايه؟ لان التلات اجزاء وارد جدا طوله 30 سنتي، وقع اتكسر لتلات اجزاء الاقي جزء 22 سنتي وجزء 4 وجزء 4 يعملوا مثلث، لكن وارد ان هم يعملوا مثلث، الاقي مثلا جزء 12 وجزء 8 وجزء 10 يعملوا مثلث. ايه اللي هتحل المساله دي ازاي؟ اسيبك تفكر فيه، بس حاجه واحده بس كلكم عارفينها، ها الاجزاء اللي انا هفترض وجودها ان مجموع اي جزئين اكبر من او الجزء الثاني، فكروا فيه بقى، يلا نشوفكم المرة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله.